السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تحياتي اخواني، اهلا وسهلا بكم مع زياد هادي استاذ آلة العود والنظريات من العراق. الشرف بكم. واليوم احنا عندنا طبعا عندنا اغنية معروفة اللي هي الفنانة الكبيرة فيروز. كثير من الاصدقاء طلبوا انه قراءة النوت كاملة. قبل ما أبدي أحب أن أذكر أو نوه حول موضوع اللي هو أونلاين دوراتي الخاصة بها. اشتراك تقدرون تتصلون برقم الواتساب الموجود أسفل الفيديو، وهذا رقم واتساب يعني هي 8 محاضرات شهريا، ممكن أنه تستفسر حول تحويل المبلغ. أشرف بكم مرة أخرى وأهلا وسهلا بكم أخواني الأعزاء. لكل اخواني يقرون نوطه، قراءه النوطه، او اللي ما يعرف يقرا نوطه يقدر يسجلها تسجيل. نلاحظ امامكم الان بالنوطه الموسيقيه اللي هي عندنا كورد، طبعا هي من مقام الكورد نسم علينا الهواء، وهنا عندك على درجه اللاهيه. فدخوله راح اقرا لكم اياها سولفيج اني، حتى بعدين اقرا لكم اعزف لكم فقط السطر الاول او الثاني، حتى لانه هي طويله راح تكون. فصير عندك تبدي من الصال، صال 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 لا زي لا لا، صال لا زي لا 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 اس، صال لا زي لا 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 اس، دو ري مي دو سي دو ري سي لا سي دو سي لا لا اس سي لا صال فا مي مي اس لا صال فا مي ري ري. أنا أقرأ نوطة ببطء لأنه كثير من الأصدقاء يقولون لي أنت تقرأ أسرع من الممكن، أوكي؟ بالرغم أنه كو في برامج هي تبطئ الفيديوهات حتى تقدر تفتهم من أداء. أكمل هنا راح أكمل صال فا مي ري. شوف لاحظ صال فا هنا عندك لي عندك سي بمول صال فا مي ري دو سي لا صال لا سي دو سي لا لا اس. نروح على السطر الثالث لا سي لا صال لا سي لا صال لا سي هنا شلا دو ر ر دو دو سي سي لا 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 اس لا صال لا سي بروح لا صال لا سي صال فا صال فا صال لا با صال فا صال لا فا مي ري صال فا فا مي مي ري دو دو سي سي لا لا اس. رقم 17 لا 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 ري سي صال لا فا صال صال اس صال 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 دو لا فا صال مي فا فا اس صال فا فا من مي ري ري مي فا من مي ري دو دو ري مي ري دو دو سي دو سي سي لا لا. رقم 25 مي 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 ري مي ري دو سي لا فا 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 مي صال فا مي ري دو سي لا. اوكي نكمل نكمل رقم 29 بار 29 مكتوب عليه صال 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 هنا فرداش فرداش او رش يسموها البعض فا مي ري لا 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 صال صال لا دا سي سي لا لا ري فا لا اس لا صال صال فا فا من مي ري دو دو سي سي دو سي لا. اوكي او اكو البعض يقراها لا لا صال صال فا فا من مي ري دو دو سي اللي حسب النوطة امامكم دو سي لا اس. اوكي راح اعزف لكم السطر الاول راح يصير عندك كالتالي أمامك موسيقى
أتمنى أنه عجبكم الفيديو وتحياتي لكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك، واللي يحب أنه يدخل أونلاين اشتراك دورة شهرية معي مباشرة حتى يتعلم العود، حتى يتعلم التقاسيم، حتى يتعلم كثير من الأمور. تحياتي لكم، لا تنسون لايك واشتراك ورقم الهاتف الواتساب بخصوص الدورات اللي هي 8 محاضرات شهريا موجود أسفل الفيديو. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.